هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة مشكلة والدنيا ما تخلى من المشاكل يا خالتي، الله يكون في عونكم. ما أخفي عليكم، ناصر قال إن المستوى في الأرصاب فعل تفاعل. فعل تفاعل؟ كيف؟ هو اللي ترس العرصة خضرة وخلى السعر يدهور، ما معروف؟ قال ناصر إن تاجر من التجار اللي يجيوا العرصة، لكن لازم يوم من الأيام تنكشف فعلته في واحد ثاني. إنزين خالتي، أنتي ما قدرتي تعرفي من ناصر كيف صار كل هذا؟ التجار اللي جابوا الخضرة باعوا خضرتهم بنفس القيمة. عجيبة، ما معقولة تاجر يجي ويضيع السعر في العرصة عشان يخسر. ترى هذا اللي مخلينهم محتارين يا أصيلة. الله يجازي كل إنسان يجيب الضرر للناس. لهذا السبب في لعبة في السوق تدور بالعقل يا ناس. ما معقولة تاجر يجي العرصة ويضيع القيم الحقيقية فيها عشان يخسر. لازم في يوم من الأيام بيظهر الحق. يا جماعة، أنا طول عمري في التجارة وفي الأسواق، ودائما يصير إن الأسعار تنقلب موازينها. نعم. وفي ناس تخسر وناس تربح. نعم أكيد. صحيح. إنزين قول لي يا أبو سليمان. نعم. مو رأيك في هذا التاجر أبو سماه قاسم اللي اشترى كل خضرة العرصة؟ يعني تاجر حب إنه يجازف بفلوسه. إيه. فكر إنه يستفيد من تقلب الأسعار. قال يشتري بضاعة يوديها أسواق ثانية يبيعها. لكن إذا كانت هذه البضاعة من النوع اللي ما تضيع ما قلنا شيء. نعم. أما خضرة فهذا اللي مخليني محتار يا جماعة. نعم نعم صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول يا جماعة، ولو أني ما أعرف شيء في السوق وفي التجارة، لكن والله أعلم أني هذه لعبة. يا ناصر سألني أنا عن السوق. لعبة التجارة تشوفها بعينك،
لكن ما تقدر تطلع عليها إثبات. اللهم ابعد عنا المصائب يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. يا جماعة أنا كل يوم أتفاجأ بلعبة السوق هذه في عالم الأثاث المعدني. التجارة هذه مثل البحر الواسع. صحيح. يوم تشوفوه هادي ويقول للناس تفضلوا. نعم. ولما ينزلوه فجأة يهيج ويغرق مع كل شيء. طبعاً طبعاً. اللهم ابعد عنا المصائب يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. إذا كان اللي حصل في العرصة عمل مقصود من إنسان يريد يأذي ناصر، فهذا الإنسان ما عنده ضمير ولا إنسانية، وبيجي يوم وبيطيح في يد الحق. صدق الوالد. نعم صدق أن هذا الإنسان فعلا ما عنده ضمير وما يخاف من الله، يرمي البلاوي على رؤوس الناس. هذا أكيد حاسد وحاقد عليك يا ناصر، والشر طاغي على قلبه. جبان. نعم إنه جبان. ولا هذه ما سواد رجال، واللي باغي ينتقم من إنسان يواجهه ما يطعنه في ظهره. هذا أكيد جبان وما يقدر يواجه الرجال، هذا إذا كان له حق. وفي ناس يا جماعة كذي تحب الأذى لله في لله، الشيطان داهبهم. نعم صحيح. وحدي يا جماعة ما حيدني عاديت حد، ولا حيدني اشتكيت من حد ولا حد اشتكى مني، كاف خيري شرف بيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، تراهم يقول عوين الناس أجناس. صحيح صحيح. فيهم الذهب وفيهم الخردة. سلمت. نعم. على أي حال خلينا نتكلم في المهم يا ناصر. أنا حاضر يا عم عبد الله وتحت أمركم، تفضلوا. يا ولدي يا ناصر، أنت ولدنا وولد بلدنا، وعيب علينا أن نشوفك مكسور الجناح وإحنا جالسين نشوف عليك. صحيح. وإذا ما حولنا كلامنا هذا إلى فعل فبيكون العيب تارث ثيابنا. حشاكم. يا ولدي يا ناصر، أرجوك تقبل مني هذا المبلغ البسيط، وأتمنى من الله إنه يسدد ولو جزء بسيط من خسارتك اللي ما حد كان يتوقعها إنها تحل على مزرعتك فجأة. يا عمي عبد الله، هذا اللي استوى تقدير من الله سبحانه وتعالى، وأرجوك أرجوك لا تحرقني. أفع عليك يا ناصر، ماشي بيننا إحراج يا أخوي أبدا، إحنا أهل أخوه وولاد بلد واحدة. وبعدين يا أخوي يا ناصر، إذا إحنا ما ساعدنا بعضنا البعض وما شلنا بعضنا البعض، من أي شلنا؟ يا جماعة يا جماعة الخير، أنا شايف إن اللي قاسي نسويه هذا ما له داعي، وجلوسكم معي ووجودكم بجنبي هو الخير كله. يا ولدي يا ناصر، السبع إذا انكسر لناب بيضرب بالناب الثاني وبيعيش، وإنت في نظرنا سبع ما ينخاف عليك، بس هذه عاداتنا وتقاليدنا من زمان. نعم. والوقوف جنب الإنسان اللي مصاب ومصيبة أو صارت له مشكلة لا سمح الله يا أخوي يا ناصر لابد منه. اي نعم يا ناصر، وهذا الشيء احنا ورثناه أبا عن جد. بارك الله فيكم يا أولاد، بارك الله فيكم، وهذا اللي كان يسووه آبائكم وأجدادكم، والموروث لازم تحافظوا عليه وما تنسوه أبدا. صحيح. طبعا طبعا، هذا اللي المفروض يصير. صدقوني يا جماعة، إذا تعاونتوا على الخير ووقفتوا مع بعض وقت المصيبة، فما بتحصلوا واحد محتاج أبدا، كل شيء بيكون موجود معه، حتى البلي بيكون موجود معه. الله يجازيك يا خلفان. الله يجازي إبليسك يا خلفان. اللي يبغى يشتريه يشتريه والله يهنيه. المهم يا جماعة خلونا بسالفتنا. تفضل يا ابو سليمان كمل كلامك. احنا ما لازم نتخلى عن عادات ابائنا واجدادنا، وانت يا ولدي يا ناصر الله يعوضك في اللي حصل لك من خساره في المزرعه، المهم انك تشتغل وتشد حيلك علشان تقدر تسوي في المزرعه اللي كنت تفكر انك تسويه. يا ناصر يا أخوي، ترى اعتبرني حالي حال أبوي، يعني اللي جاي من عنده كأنه جاي من عندي. أحسنت يا أخوي سليمان، أحسنت. ناصر يا ولدي، الله يعلم بحال كل إنسان في هذا الوقت، أنا من عندي إن شاء الله 4 جوانس مال، من بكرة الصباح إن شاء الله بتحصلين في المزرعة.
وعاد ابغى منك المسامحه. ما قصرت يا انا وبعدني يا عم محمود، انا وبعدني مسموح وبالحلم، جزاك الله خير. بالعكس انا اللي باغي منك المسامحه وطالب من الجماعه المسامحه. ويا جماعه انتم بمعروفكم هذا خليتوني حتى ما اعرف ايش اقول. لا ايش هذا الكلام الله يهديك، بس يا رجال خذ الغوازي وتوكل على الله. ولا يمكن ان هي رجعن خلاص. نعم خلاص يا جماعه، ان شاء الله انا باخذ هذه الفلوس لكن بشرط. شرط؟ وايش هو شرطك؟ شرطي انكم تعتبروا هذه الغوازي دين في رقبتي الين ارجعها. خلاص يا ولدي ونحن موافقين، رجعهن متى ما تريد ولما تكون ما محتاج لهن. الوالدة تسمعنا؟ لا، مشغولة في المطبخ. خير؟ قاسم وهلال دوروا عليهم وباغي الحساب. بس أنا قايل لهم يصبروا شوية. مو باغي الناس أسوي بهم. ما مشكلة، خلنا في البداية احنا نشوف سليمان وبنحصل لهم ولنا. سليمان ما يبغى يقابلنا في مثل هذا الوقت. لا يخالف، خلي على كيفك، لكن صدقني اللي عنده سليمان ما يضيعه. كيف؟ أخوي أنت عندك، لكن أنا لا ما عندي. من قال لك أن أنا عندي فلوس؟ يعني أنا حالي حالك، أنا مثلك، ما تعرفني فلوسك إلا طارت في الشركة ولا كيف؟ زين أنا عندي فكرة. إيش رأيك نروح مسقط ونسحب لنا شوية فليسات من أرباح الشغل؟ زين ما مشكلة. ولا أقول لك خلنا نتصل بكاشور ونقول يجهز الفلوس ويجيب من حد هنا. ما حد رد يا مدير العام. جرب مرة ثانية يا مستشاري. حاضر يا مدير عام، حاضر. ايش شغلتك يعني؟ ايش اسوي؟ يلا بسرعة. ما حد رد لبر. شنو حد رد هذا؟ هين زال هين غاب هذا؟ يمكن رايح مكان في شغل مهم، ولا يمكن بعض ضاربنها رقدهم خلي المكتب مسكر. يا اخوي يا خليفه، كم مره قلت لك ودائما اقول لك لازم نراجع كشوف الحسابات اول باول ونراقب العمال حتى ما يكون هناك كسل، لكن انت ما تسلط اخوك بدر. زين ايش الراي؟ الراي يا خليفه نروح مسقط تو. والله يا سليمان اتذكرتك اليوم وقلت لازم تكون عندي موجود في المزرعة لسبب مهم. خير ان شاء الله. ايش عندك يا اخي؟ يوم بدي عندي بتعرف. واذا كان سبب سخيف من اسبابك يا رجال انت عاد يوم بدي احكم. اهديك يا مبارك بس ومن نهضني من نومي حتى تقول احكم علي يوم اجي عندك. يا رجال الشمس صحت من زمان وغسلت وجهها ومشطت شعرها ولبست غلالتها الحمراء والناس راحت وجات وانت بعدك نايم يا سليمان. يا اخي قول اللي عندك وخلصني. يعني لو ما كنت باغنك في موضوع مهم كان اتصلت فيك من اول الصباح. كل ما اقول قربت تبتعد بعيد. ايش سليمان بعد معاني؟
لو كان على معاندة سليمان كان زين، أبوي يقدر يتصرف معاه. لكن ناصر، ناصر ماله؟ ناصر كشور، يا كشور افتح الباب، افتح افتح الباب. بس شوي شوي، كسرت الباب صدعتنا. ايش عندك؟ عندي نسخ اللي مفتاحها. يا سلام، هم خليني انبحها يعني. ليش مشغلك يعني؟ ليش مشغلك مستشاري؟ ليش ما عشان هالسوالفات؟ هي انا مستشار، ما دقق بيبان. دقق بيبان مستشار واحد، احنا واحد فيهم مفتاح. يمكن هو ذا. ايوه رجال مهني. هذا هنا غاب، ينزل هذا. المهم يوم يجي بنعرف، يمكن عنده شغل برا يتابعها او شيء كذا. والله ما اعرف، بس حد يترك الشغل احنا نص نهار ويطلع. اي الشغل يتطلب، الشغل حد يترك المكتب ويطلع. الشغل يتطلب يا غالي، في شغل يتطلب. ما اعرف، اي ما اعرف فين زاله. يجي يعني نروح اقول بدر. ايه الدرج مفتوح. ايش تقول؟ اي والله صح. جواز السفر؟ جواز سفر كاشور يعني؟ لا جواز سفر حبوتي. طبعا جواز سفر كاشور. لا اله الا الله، مبين ان حد دخل المكتب وفتح الدرج وسرق الجواز. هذه مصيبه. نعم مصيبه ولا غير. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عجبا نتصرف على إيش، ما نسوي؟ نمشي نخبر الشرطة نقول لهم إن الجواز طاح؟ لا 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 لا، لحظة لحظة لحظة، هذا حل يكون كاشور احتاج الجواز وفتح الدرج وخبه حتى يثبت حال حد باغي يسوي له شيء. بس اسمع، إيش رأيك إحنا نمشي عند صديق كومار؟ كومار هذا اللي في المطعم. بس عرفته عرفته، الصديق هذا دائما يجلسوا مع بعض. أيوة 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 صح. إيش رأيك نمشي نشوفه؟ أحسن نروح. يلا هلا. هي كاتشور راح. وين راح كومر؟ وين؟ في روب بلاد. حلو خليفة. كاتشور راح سمايل. سمايل؟ لا لا لا، هو في روب بلاد مال هو. يمزح يمزح. اسمع حبيبي كومار، انا ترى ما شغلي امزح مع حدها. كاتشور عليه نفر كبير، في يشتغل مكان زين، في معاه فلوس فاجد فاجد، هو في روب بلاد مال هو، ما في يجي مني مني مره ثانيه. نعم ارباب، هو فيكو هذا الكلام؟ هو في يدفع حساب مال مطعم وفي روب بلاد؟ سافر سافر أرباب. أنا في شوف كشور في شيل معاه فلوس فاجد كثير كثير. فلوس كثير؟ أيوة فلوس كثير. أنا في شوف معاه فلوس كثير، كشور علينا أرباب كبير.
وجاهد واستعد يبغي يوصل صوب الفلاح، ساهر وناضل واجتهد بعد الصبر نال النجاح، مرة خسر لكن صبر شايل على كتاف الأمل، ليل ونهار مستمر يعمل بلا عجز وملال، لا يأس وقف رحلته وبالفرحة يوصل للوعود، ولا مرة فوت فرصته والفرصة مرة وما تعود، مرة وما تعود. لو سمحت المهندس مبارك وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام مهندس سليمان في حلتنا. اهلا وسهلا بك. صراحة ما توقعتك انك تجي. نعم، ايش السالفة؟ جايبني من نزوة لين السرور، خير ان شاء الله. يعني انت الحين ما شفت السالفه بعينك؟ تقصد المزرعه؟ ايوه، هذا اللي كنت اريده، انك تشوف ايش اللي عملته واخذ رايك. انت تريد رايي انا؟ ليش لا؟ شوف يا اخوي مبارك، انت لو عطيتني مزرعتك هذه كلها باللي فيها بعد، انزين، وببلاش بعدني ما ابغاها. بل 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 بل. يعني لهالدرجه الحين المزرعه في نظرك ما حلوه ولا تسوي شيء؟ لا يا اخوي مبارك، لا انا ما قصدي، بس ما معقول ان انا اجلس فاضي الجيب منتظر واحد يتكرم ويتعطف علي ويشتري خضرتي. صحيح. مهندس سليمان، انت ما تفرجت على الطريقه العلميه الحديثه للزراعه بالماء وانت داخل؟ يا مبارك يا اخوي، انا ما جاي هني علشان اتفرج. المهم انت هدي اعصابك، اذا كنت ما مرتاح معاي في المزرعه خلينا نروح المكتب. تفضل. الله يبارك. ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ معقولة؟ معقولة يكون سافر وشال الفلوس معاه؟ معقولة؟ معقولة؟ ايش رايك نروح البنك ونسأل عن الحساب؟ ما احسن؟ اكيد سحب الرصيد. تراك انت ما اعطينا التوكيل. خليفة أرجوك لحظة، أنا عندي رأي. إيش رأيك نروح نسأل شرطة المطار والحدود ونتأكد إذا سافر أو لا؟ الشرطة؟ أيوة. الشرطة صح؟ هيا خلي صح. الشرطة. أظن أنك كنت تحلم بمكتب مثل هذا، مكيف وتليفون واشجار حلوة، ها، وما شبه ذلك، ما كذا؟ صراحة بعدني أحلم، بس ما مثل مكتبك هذا. سلام، وإيش في مكتبي هذا يا سليمان؟ هذا مكتب بعد؟ أنا أحب أني أكون في وظيفة محترمة، وظيفة أحس أني أنا إنسان مهم فيها، ما اروح اورط نفسي بالسلفة من البنك واسوي مكتب من تشينكو واسوي مزرعة واضحك فيها على نفسي. اخ سليمان، هذه مسألة شكلية، ما مهم المكتب، المهم العمل نفسه.
المهم ايش بتحقق من خلال عملك؟ الله يهديك يا مبارك، انا ما ناقصني محاضرات يا اخي. بس انت شوف بنفسك، ناصر مثلا حقق مركز محترم بدون مكتب وبدون شهادة، وهذا هو تقدم لكم وخطب اختك وابوك عطى كلمة، وهذا دليل يا اخ سليمان ان الانسان ممكن يحقق مركز محترم بدون مكتب فخم ورفاهية زايدة. انت مهندس زراعي محترم وتعتبر نفسك انك انسان مهم، شفت كيف رحبت بناصر وقبلت انه يكون نسيبك؟ انا وبعدني، انا ما رحبت بناصر ومستحيل اني اوافق على هذا الزواج. لكن ناصر قال لي انكم اعطيتوه كلمة. والله هذا كان رأي ابوي الله يسامحه، لكن انا مستحيل اني اوافق على هذا الزواج. لكن ناصر قال لي انه كان ناوي يستملك بعد ما يبيع المحصول. انا ما اتدخل في هذه الامور، وبعدين هذه من اختصاصات الوالد. انا استاذن، انا اكون شغلك. زين الاخ سليمان كمل عصيرك اقل حاجه. مره ثانيه يا اخ مبارك. لا ما يسوى بعد، شال كل الفلوس وسكر العصام. انت مو مسوي، انا لو اشوف كاشور هذا قدامي كنت بعطيه كفين مره اخلي ماشي قدامك. انت وين ما تشوفه قدامك، وين ما تشوفه قدامك. يا ربي يا ربي، ليش اسوي؟ ايش اقول حق امي؟ ايش اقول؟ خلاص يا خالتي، البنت ما مثل اول محبوسه بين اربع جدران ومالها راي. لا الحمد لله، اليوم البنت صارت تشارك في كل المجالات. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله. باعتقادي ان التقدم ماشي مع الطرق المعبده، وين ما الطرق المعبده بتوصل بتجيب معاها كل شيء. احسنتي يا بنتي يا منيره، كلامش حلو. صحيح يا منيره، بتجيب معاها كل شيء، يعني الشين والزين. الله يساعد الجميع يا بنتي يا اصيله. مثل ما قالت الاخت منيره، كل ما كان الطريق سليم نوصل بسرعه، لكن لازم نكون حذرين ونختار دائما الجديد المفيد، لكن ما اي جديد. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا هو الرأي الصواب في نظري، أنا بتفق مع زيانة. وبعدين مو كل شيء قديم معناه إنه ممتاز ومسلم به، إحنا لازم ناخذ الحذر في التقيد الأعمى بكل شيء قديم، نتمسك بالصواب والحسن ونترك الموروثات السلبية. كلامش أحلى يا منيرة، لكن يا بنتي أنا ما فهمت إيش معنى كلمة الموروثات هذه. أنا بقول لشي الوالدة، يعني الأهل لما يبغيوا يزوجوا واحدة من بناتهم، حال واحد هي ما بايتنا ولا راضية بيه وهم مقتنعين فيه في نظرهم إن هذا هو الصح، لكن لما هي تبغى تتزوج واحد هي بايتنا ومقتنعة فيه في نظرهم إن هذا شيء خطأ. مساك الله بالخير. ما الله يمسيك بالخير يا ولدي، الله يمسيك بالخير. ها خالد، ايش اخبارك؟ الحمد لله. زين بشرني، ايش اخبار الشغل معاك في المصنع؟ والله ماشي، يعني مرتاح؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. زين،
وإيش أخبار عمك جمعة؟ عساه هو الثاني مرتاح بعد؟ والله يا أمي لو تشوفيته ما بتصدقي. والله يقول يا ريتني تارك ذيك الشغلة من زمان، لأن هذا الشغل هو أبو نشاط الجسم، وتو ما يحس بالمرض البر. يعني صحته زينة؟ الحمد لله أحسن عن قبل. الحمد لله. إنزين خالد ولدي، نعم أنا باغي أكلمك في الموضوع، تفضل. تفضل ما جلدي. ها خالد يا ولدي، خير؟ إن جيت للصراحة أنا بعدي ما مرتاحة، وما برتاح إلا يوم أشوفك متزوج. هذا يوم المنى عندي يا خالد، وأنت عزيز وغالي، برتاح وبفرح لما أشوف أولادك يلعبوا قدامي. هذا عندي حق يا أم. زين، أنت اختار البنت اللي تبغاها وأنا مستعدة أزوجها حالك. ما نعم أبوي بود اختاريها أنت حالي، أنا موافق عليها وبدون شروط بعد. زين خالد، أقول إيش رأيك في زيانة أخت صديقك ناصر؟ والله ما أخفى عليش يا أمي، هي هذه البنية أبو حاط عين عليها. ها يعني القلوب عند بعضها. زين يا ولدي، من بكرة إن شاء الله بنصير أنا وإنت وعمك جمعة نخطبها حالك. لا 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 لا، الله يهديش يا أمي، الوقت بعد ما مناسب. وليش ما مناسب يا ولدي؟ ما أنا ما أبغي ناصر يظن ويفتكر أني أنا لما ساعدته لما خسر في العرصة أني أنا ماسكنه من اليد اللي توجعه، ويقوم يوافق غصبا عليه. بعدين البنت بعدها تدرس في معهد تمريض نزوة. لا يا ولدي لا، أنا ما أظن ناصر يفكر فيك بالطريقة هذه، لأنه هو يعرفك زين. وبعدين مسألة الدراسة بالنسبة لزيانة محلولة يا ولدي، أنا اللي بربي لكم أولادكم، كي أنا ربيتك ورايحة أربيهم هم واخدمهم بعيوني. الله يخليش يا أمي، الله يخليش ويحفظش، بس أنا بعدني أقول أخلي الأمور تهدى شوية. خير إيش هناك؟ والله يا بنتي يا صيلة، أنا محتارة من البنات أختار، بصراحة كل وحدة أحلى من الثانية. محتارة في إيش الوالدة؟ محتارة من أخطب حال سليمان، مرة تجي في خاطري زيانة ومرة منيرة، وكل وحدة أحلى من الثانية. يا الوالدة أرجوش الله يخليش، لا تقومي تحرقيني قدام صديقاتي وتجيبي هذه السالفة. سمعتوا وين؟ محتارة الوالدة؟ كيموت ومتي نازلة عرصة ولا نازلة سوق ولا إيش؟ باغية تنقي وحدة فيهن. زين والناس كيف يختاروا عيل العرايس حق أولادهم؟ يا الوالدة تنقاية حال الطماط، حال البصال، حال الملفوف، حال خضرة، ما حال بنات الناس الله يهديش. أنت كأنش ما تبغي وحدة منهم عروس حال أخوش. يا الوالدة يا حبيبتي يا أمي، ما في حد ما يبغى حال أخوان الخير، لكن عاد بصراحة لا تزعلي مني ولا تأخذي في خاطرش مني، سليمان لا ينفع لا حزيانة ولا حمونيرة. وليش عاد؟ يا الوالدة سليمان مرة ياخذ منيش أنتي، ومرة ياخذ مني أنا، ومرة ياخذ من أبوي، مسوي نفسه كما الصغيرين الصغار. يا الوالدة هذا كيف يقدر يفتح بيت؟ كيف يقدر يصرف على زوجته ونفسه؟ خبريني هذا كيف ممكن يكون رب أسرة وزوج وصاحب بيت؟ كيف؟ تسلم ايديش يا نصرة. هذا اللي انت شاطر فيه، تاخذ الدواء وتسلم ايديش يا نصرة. اما انت عجيب يا حرم، حتى كلمة تسلم إيدش ما تبغينا أقول إيش إياها؟ أبوي كلينا وشربنا وشبعنا من هذا الكلام الزين. أنت لازم تفكر في أولادك، أولادك اللي ما عمرت لهم شيء غير السكري. العافية من الله. ما قلنا شيء، بس فتح عيونك شوية يا رجال. الوظيفة وانت ودرتها، وقمت تشتغل مع ولد أخوك في المصنع، فتح شوية خلا فتح. يعني كيف؟ تبغيني ما اشتغل في المصنع؟ شوفوا الحالة يا ناس، شوفوا. انا ما باك تطلع من المصنع، بس انا اقول حرك نفسك شوية، تمسكن تملق تشيطر شوية، يعني حرك نفسك يا نصرة. خالد يقول اني اشتغل مثلي مثل غيري، انا اللي ملاحظ انه ما يخليني اتعب. صاحب المصنع ولد اخوي وعارف ظروفي. أنا ما أتكلم عن التعب والراحة، أنا أبغى أشوف الراحة هنا في بيتنا. خالد ومسوي لي راتب زين،
ويش أريد أكثر من كذي؟ هلكتيني يا حرمة. يا ربي ليل متى بس بتم أتكلم وينبح صوتي؟ افهمني يا رجال افهمني، أنا ما أتكلم عن المعاش. قصري حسش يا حرمة، الدكتور قايل ما حد يزعلني، فهمتي؟ بصراحة أنت من يوم ما جاي من مسقط أنت ما عليك الحال، علامك خبرني. لا 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 ما في شيء، ما في شيء، بس كنت تعبان من الشغل يعني، فقلت أرتاح يعني. إيه بس يا ولدي اللي برتاح غير، وأنت كأني أشوفك مهموم، شال هموم الدنيا على راسك. إيه مهموم على جيران، على اللي صار لناصر. يلا تنعاند حاتر جيران، الله يرضى عليك بس ويهديك. تبى صدق يا ولدي، أنا ما بغيت أخبرك باللي قالته أم ناصر، لكن عاد تراني ما قدرت أضم عنك. ما يهمك ماما، لا تشيلين هم ولا تشيلين بخاطرك، إحنا الحمد لله نعرف كيف نتصرف مع الناس بأخلاقنا. أنا يا ولدي يعني والله ما علي من الناس وكلام الناس، أنا كل اللي هام مني أنت. أنت أخبرني إيش فيك، إيش اللي حاس فيك، لا أضم عني شيء. أنا اللي نفعك يا سيف، أنا بصراحة فكرت وقلت لنفسي اللي متى أظل من غير شغل، وقلت نفسي ما إلي مكان غير عند سيف. على فكرة أنا ذيب في العلاقات العامة. شوف أنت يا بدر، أنت ما بقيت فيك ثقة قدام الناس، ولا كنت قلت لك يا بدر تفضل استلم المكتب. الصراحة أنا سمعت أنك تدور على موظف تسلمه المكتب، بعدين إذا أنت ما واثق فيي ما مطمن مني تفضل جربني شوف شغلي بعدين حكم. بدر أنا لا يمكن أنسى فعلتكم في العرصة، أنت وقاسم وخليفة. خليفة هذا خلاص أنا وياه تقاطعنا من زمان. كيف؟ هذا إنسان متهور في تصرفاته. تصرفاته؟ تصور يا سيف، خليفة رهن بيتهم ب10,000 ريال عماني، وراح يسلم الفلوس لواحد اسمه كشور. رهن بيته؟ كيف انت ما عندي خبر؟ لا والله ما عندي خبر. وبعدين من كشور هذا؟ كشور هذا واحد خلى خليفة مرة على حدية. قلت له لا تعطي فلوسك، لا تعطيه، لكن تكلم منه ولا بحد، راح اعطاه تفويض كامل على كل شغلة يسويها. وقال كشور ضرب الفلوس وروح. تفويض؟ أنا بقول لك يا سيف، ترى الخليفة هذا فتح مكتب مقاولات بالمبلغ اللي رهن بالبيت، وراح جاب عامل وافد اسمه كشور وسلم الشغل. نصحته لين تعبت لكن ماشي فايدة. قلت له يا خليفة لازم تشتغل وحدك، لازم تسلم شغلك وحدك، لكن ماشي فايدة. وبعدين مثل ما قلت لك أعطاه توكيل كامل وحرية بالتصرف بالفلوس اللي عنده، ولا بحد وقع له على بياض. والنتيجة يا سيف، قلت له أنت غلطان يا خليفة، غلطان، ما أعطاني وجه. حذرت من كشور هذا عصب علي، قلت له بياكلك يا خليفة بياكلك، ومثل ما قلت له صار اللي صار. وإيش اللي صار؟ لهف الفلوس وسافر. خليفة صحيح انك رهنت البيت ب10,000 ريال وعطيت الغوازي حلك شور؟ سيف أرجوك
قول الصدق يا خليفة، قول الصدق. صحيح انك شور خذ 10,000 وهرب؟ ارجوك ارجوك يا سيف، ارجوك ترامي ما تعرف عن شيء، واذا عرفت ترى بتروح فيها وما تتحمل الصدمة. ما خاطر صار، ما خاطر صار علي، ما خاطر صار، ما خاطر صار، كل من ذاك، كل منك انت، انت اشتريت مني بالضبط، اشتريت مني، انت تخلي نفسك مسؤول عني، مخلي نفسك مسؤول عني يا اخي، انا حر، انا حر، انا حر نفسي يا اخي. وبعدين تعال صدقني، إذا صار لأمي أي شيء أنت اللي تحمل مسؤولية، فهم ولا لا؟ أنت بدل ما قاست لأمك لا سيعتصم الإسعار. هاتي صالح، هاتي صالح، هاتي صالح، هاتي صالح، هاتي صالح. ألو نعم. أبطل يا طاير. أهلا أهلا. بيتم النف ودور على سليمان، اسمعني. قاسم رباهته قابضين المرتقبة. إيه. واحد من الاثنين، يا إما إنك تدفع اللي اتفقنا عليه أو. طبعا طبعا طبعا. بس أنتوا كيف الحال يعني، كيف الصحة زينة؟ هذه اللعبة ما تمشي علينا يا أبوي، اسمعني. أنا جالس أكلمك موضوع وأنت جالس تحاول تفهمني انك ما قادر تتكلم لان معك حد. ايوه اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. سمعني سليمانو، انا ابغى الفلوس. وقت ثاني ان شاء الله، في الايام الجايه. لا جايه ولا سايره، الايام تمشي بسرعه يا سليمانو، والواحد ما يعرف متى عمره يخلص. سمعني سليمان، انت لازم بكره تدفع حقوق الناس، فهمت؟ زين 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 زين، بكره بكره. انا ما اضغط عليك يا سليمان، انا اجيك لين نزوه بنفسي. لا لا اسمع يا سليمان، بكره الساعه 10 الصبح انتظرك عند قلعه نزوه، مفهوم؟ يا دكتور طمنا، كيف امي صحت؟ امك كانت في حاله خطره جدا، ولكن الحمد لله وصلت المستشفى في اخر لحظه. ايش كان عندها بالضبط يا دكتور؟ عندها جلطه. جلطه؟ ولكن اذا تكررت هذه الجلطه مره ثانيه بتقضي عليها. اكيد تلقت صدمه وما قدرت تتحملها. طيب دكتور ممكن ادخل اشوفها؟ لا لا ممنوع تشوفونها نهائيا الا لما تتحسن. بعدين اعتقد ما في داعي تجلسوا في المستشفى، انا اذنكم. شكرا دكتور. حسابي معك بعدين. ما علي. حسابك مع ضميرك يا خليفة، كان المفروض انك تفكر كثير يا خليفة قبل لا تفرط فرح للبيت. بعد اذنك. سليمان ايش فيك يا اخوي؟ الله يعلم بالحال يا اصيل.
سليمان يا أخوي، قم اخرج من هذا الجو الكئيب اللي انت جالس عايش فيه، روح اجلس مع أصدقائك، سير تنفه شوية. كيف بس؟ كيف؟ روح شوف لك شغلة تدخل بيها إلى الحياة العملية المنتجة. الحياة العملية المنتجة كلام محفوظ عن ظهر قلب، يقولوه دائما في المناسبات الجميلة. شوف سليمان، كان عاد قايم تتمسخر وتضحك على كلامي خاصة رايحة. لحظة 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 يا أصيلة لحظة، هذا إذا كان أنت أختي الحنونة المتعلمة ما تفهميني، من بيفهمني بس في هذا البيت؟ انزين سليمان يا أخوي، أنا أختك، صارحني إيش فيك؟ بصراحة يا أصيلة أنا باغي 200 ريال. إيه؟ أوه 200 ريال مرة واحدة، إيش باغي أسوي بهم؟ ووعدت يا أصيلة أني أرجعهم ليش من أول راتب أستلمه. سليمان أنا صار لي أكثر من 10 مرات أسمع هذا الكلام منك، وبعدين تعال 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 أبغاك تخبرني أنت وين تودي هذه الفلوس؟ ها كيف يعني يا أصيلة؟ أنا ما أخوك العزيز يعني؟ سليمان أنت أخوي العزيز وأنت على عيني وراسي، والفلوس فداك، لكن يا سليمان يا أخوي أنا أتمنى أشوف هذاك اليوم اللي أنت قابض فيه وظيفة تشتغل وتستلم هذا أول راتب اللي قاس تتكلم عنه. زين الله يخليك، لا تخبري أبوي، خلي الموضوع سر بيني وبينك. زين سليمان، أنا بعطيك 200 ريال بس بشرط تقول لي حال مو باغنين. خلاص خلاص، ما أريد منك ولا بيسة، فتحت اللي محضر تحقيق. خلاص يا أخوي لا تزعل نفسك، كلها دقائق وبيكون مبلغ عندك. زين صحتك طيب؟ يا هلا بيك. باغي تزور من اي ولايه؟ من اسماعيل. لوحدك؟ اي وحدي. طيب تفضلت طيب عن القلعه. تفضل تفضل ادخل. عفوا. Thank you.
بدر. هذا انت؟ اي نعم هذا انا. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر، طال حبله أو قصر. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدرب، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياه